ريتم بعد اللي صار الكل في المنتخب التونسي والعبيد حكيت وباشيت واللي تحب عليه انت تهنى منظر كبير مش باش يخرج وباش يزيد يبقى في المنتخب ونزيدك زياده اعلن على القائمه اللي باش تلعب كاس العرب وبالطبيعه لازم ياخذ بخاطر فئه من جماهير وفئه من العبيد بيسكت بها العبيد. حاجه برك نقولها اللي الكلام توا الكل زيد بعد كاس العرب عطاو نحكيو نرجع نحكيو عليه همنا واللي يخص الفيديو متاع اليوم. واكيد حاب نقرا رايك في الكومنتات على الليستة هذه اللي اعلن عليها منظر كبير واللي تتكون من 23 ملاعبين في الكاش عايد كل من فرق بن مصطفى مواس حسين وبشير بن سعيد في الدفاع كظاهر ايمن عايد كل من محمد راجر وحمزه المثلوثي. اما عجال اليسار كظاهر ايسر عايد كل من علي معلول ومحمد امين بن حميده. قلب الدفاع عايد كل من ياسين مريح منتصر الطالبي بلال العيفة وأيمن عبد النور. أما في خط وسط الميدان عايدكم فرجاني ساسي محمد علي بن رمضان أنيس مسليمان غالينا الشعليلي حنا باع المجبري وسعد بقير. وآخر حاجة عاد الهجوم عايدكم يوسف الفسيكمي فخر الدين بن يوسف نعيم مسليتي سيف الدين الجزيري فراس بالعربي وياسين الشيخاوي. شنية تو لما نقول لك كل مرة أنا فارعك لك بايتن وما تنساش أنك تفعل جرس التنبيهات. كملنا سمينا القائمة بنظافة طوى ليهم رأي في القائمة هذه ونحب نقرأ رأيكم أنتم في الكومنتات على القائمة هذه. نبدأ في الكاش ثلاثة جول اللي عيط لهم اللي ما عنا ما نحكيه هذاك اللي فما حاليا في المنتخب لاعبين ينجموا يلعبوا في كاس العرب. ومن ناحية أخرى موضوع فاروق اللي مش قاعد يلعب مع الاسبيرانس لكن موجود في المنتخب. آخر ماتشوات فاروق أقنع الناس الكل وسكت الناس الكل. من الآخر نحكي لك خاصة آخر ماتش كونتر زامبيا اللي أنا واحد من الناس قلت راه فاروق مش قاعد يلعب في الاسبيرانس كيفاش موجود أساسي في المنتخب. خويا بدل لي رأي وإن شاء الله خويا يكمل هكاك في كاس العرب من الآخر. عجال اليمين وعجال اليسار ما عندي ما نحكي برشا احسن ما عنا وذاك اللي فما حاليا وذاك اش عنا من الاخر. في الدفاع يبدا الكلام لنا في الدفاع الناس تقول كيفاش يعايد بلال العيفة كيفاش يعايد ايمن عبد النور كيفاش وكيفاش وبلال العيفة. وفما اللي يقول لك بلال العيفة عمل بدايه موسم مش عاديه وبدايه موسم محترمه على الاخر وعبد النور لاعب خبره وعنده كارير وتحكي عليه به نوافقك في حاجات اه فما حاجات ليه بيه نمشي نقول نمشي معاك نقول لك كلامك صحيح هي يستحق ولازم يجيبه ولازم ولازم ولازم. اما انا وانت عارفين اللي ملعبيه هذا مزوز صعيب برشا كان باش يكونوا اساسيين في التشكيله تاع منظر كبير واللي انا نشوفهم حسب تفكيري انا اللي جوست عيط لهم ماخذه في الخاطر كيما صار مع برشا ملعبيه قبل. الناس اللي يكون كلامي غلط راه اما هذاك انا شنو نشوف اللي ناس تكلمت ناس حكيت ناس قالت كيفاش بكم تعيطوا لهمش وناس تحكي على بلال عيفة في بلاتويت يقول لك بليل وما بليل وناس تحكي على عبد النور. خلينا نحكيو من الاخر على الضغط الكبير اللي على المدرب وعلى الجامعه وعلى المنتخب وعلى 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 باش ترتاح من فئه من جماهير وفئه من العبيد خذ خويا بخاطرهم وجيب لهم لاعب هذاك. هذاك اش صار هاك تشوفوا في الكومنتات العبيد ولاو محلاهم على الاخر على خاطر عايت ملاعبي هذا وعايت ملاعبي هذا سكتوا كيك ارتاحوا من فئه من الجماهير الباقي تو يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاهم. هذاك حاس ما نشوف انا من الاخر وراو شوف كلامي كيما نجم يكون صحيح كيما نجم يكون غلط. عبيكش تقرا كلامي بالغلط تقول شبي يحكي هكا ولا شبي يتعامل هكا ولا شبي ضد ملاعب ليلي ما عنديش الموضوع هذاك. انا اللي شفته حكيته لك في الوسط عنا برشا حاجات باش نحكيو عليهم. اول حاجه نبداو بها واكثر سؤال اللي قاعد يدور في مخي انه اوكي الناس الكل فرحانين انه حنا باعوا مفاجاه كبيره موجود في القائمه هذه يا ما يطرح سؤال هل باش يعمل نفس الغلطه في توظيفه اللي عملها قبل هو ولا سعد بقير اللي نعرفوها من الزوز دي ميليو اوفونسيف واللي منظر كبير في الرسم التكتيكي نتاعو البوست هذاك ماهوش موجود اي راه باش يوظف الملاعب هذاك يا في الوسط كميليو سنترال كويت يا باش يلعبوا كايلي. اما كاديس ما نظنش ولنا باش يضر ملاعبي على خاطر ملاعبي مش كيما يعطيك في البوست نتاعو الاصلاني ومش كيما يعطيك في بوست اخر. هنكونوا واضحين من ناحيه اخرى في القائمه هذه مدرب نعرفوه يلعب وسط ميدان دفاعي ماهوش معايد حتى وسط ميدان دفاعي اللي واحد من اللاعبين اللي قاعد يعمل في موسم بدايه موسم محترمه مع الكلوب بلاري العزوني نورمالمون يستحق فرصه انه يكون موجود في القائمه هذه مش حتى لاري العزوني. عندك ملاعبي اخر حسام تقام من اتحاد المونستيري اللي كيف كيف الناس الكل تشهد اللي ملاعبي هذا عنده امكانيات كبيره واللي في كاس العرب كنت نحبث اني نشوفه في القائمه هذه. وبالله ميساج للعباد اللي باش تقول لي فاش قاعد تحكي وفاش قاعد تخرف ملاعبي باش تهزوا كيكا وتسيبوا في كوباراب علاش ليه؟ صحيح مش توا باش نجربوا يا ما ظهر لي ملاعبي امكانياته هي اللي تحكي عليه والهجوم عادي
ايش باش نحكيه وايش باش نفسره وايش باش نقوله وايش باش نحاولوا نقنعوا العبيد اللي راهو قاعد صاير راهو غلط. راك من لازم ما تخممش بقلبك، خمم بمخك، خمم انه ملاعب هذاك هل ينجم يعطيك ولا لا مع المنتخب التونسي. صحيح هجوم فما اسامي فرحانين بهم كيما الشيخاوي اللي عنا مده ما لناش شيخاوي في المنتخب على الرغم انه قاعد يعمل حاجه باهيه مع نجم الساحلي، لكنه بعد على المنتخب. ومن ناحيه اخرى في رسب العربي اللي الناس باش تقول هكا يكور في الامارات دور خليجي، في رسب العربي من اللي كان مع نجم الساحلي الناس كل مقتنعين به والناس كل نعرفوا امكانيات وكمل تو مع عجمان اللي قاعد يعمل فيه مع عجمان خاصه برك الله. هي مالنا السؤال كيفاش باش توظف الملاعبيه هذا من الزوز؟ نحكي على التكتيك نتاعك اللي الملاعبيه هذا من الزوز يلعبوا كمهاجم ثاني مش كراس حربه وحيد. صحيح الشيخاوي تو مع النجم يلعب كراس حربه وحيد، لكن البلوس اللي النجم يعطيهولك كمهاجم ثاني اكثر من اللي يلعب كراس حربه وحيد. هنكونوا واضحين كيفو كيف في رسم العرب. كينا على التوظيف نحكيو على سام فخر الدين بن يوسف. قلت صحيح قبل راهو فرحانين بعوتو مع المنتخب وكل، اما ما مقنعنيش، معناه فما شكون حاليا تو يستحق فرصه وما خذاش فرصه في المنتخب ولازم ياخذ فرصته على اللي قاعد يعمل فيه سورتو اخر ماتش ماركي دوبلي في الدنمارك مع اودنسي. نحكي على عصام الجبالي وملاعبي من اول سيزون لعب ماتش بركه مع جمعيته بيراميدز وموجود في القائمه وجو بيه، وملاعبي من اول سيزون اساسي مع جمعيته ماهوش موجود. لان يطرح سؤال علاش؟ اوكي جبتو قبل، اما كي جبتو قبل راك تلعبوا درجين وربع ساعه وتلعبوا في لعبه ميته وتقول له خويا نحب نشوف منك العجب، كيفاش؟ فسر لي كيفاش؟ اور عصام الجبالي اكزامبل اخر علاش يمشي معاك لبعيد؟ ما نحكيو على فخر الدين بن يوسف على الخبره نتاعه وعلى التكوين اللي تحب عليه انت. عندك لاعب اخر اللي هو رشيد العارفي مع الاسبيرونس قاعد يعمل في حاجات باهيه. ماك تحب على ملاعبي خويا حربي وملاعبي يرجع يفك وملاعبي جرينتا وملاعبي هو رشيد العارفاوي. مش كان السنه مع الاسبيرونس حتى عملوا مع سليمان الناس الكل رينا امكانيات رشيد العارفاوي واش نجم يقدم مع الجمعيه اللي يكور فيها. بالطبيعه الملاعبي هذا ما ننساهوش اللي هما فئه باش تقول لي ليه هذاك اسطوره ونعملوا له كادر في المنتخب ولازم كل ستاج موجود فيه مضروب ولا مش مضروب نعيطوا له. نحكي على يوسف المسيك اللي ملاعبي ما الناس كل عارفينه مضروب ورجع من ضربه مش قاعد يكور. قول لي في قطر ويعرف ايش يعرف الجو، اوكي في قطر نمشي معاك يا ما ملاعبي مش يقدم لك حتى بلوس رجع من ضربه باهي. المساكن ما تعرفش علاش نجم يعمل لك عادي في لقطه يفسخ لك ولا في باس ولا اللي هو يا ما ظهر لي مسابقه نعطيه فرصه ملعبيه اخرين اللي يستحقوا فرصه اكثر من اللي خذوها قبل من المنتخب. ملاعب ياخذوا حقهم على المنتخب، ملاعب يعاونوا بدايه موسم محترمه مش حتى بدايه موسم هذه حتى ما نقبل. حاجه اخرى كيما كل قائمه راس حربه وحيد ما فما حد معاه، متى اللاعب متكون كراس حربه كهو الاخرين كل يدي زيليه ينجم يلعب لك كاتاكون بوانت، لكن انه متكون في البوست هذاك فماش خيارات مدرب. اش تحبي نعمل؟ ما عندي ما نحكي بالحق، ما عندي ما نحكي. كوتي فورماسيون ظاهر لي الناس الكل عارفين في الكاش فاروق بن مصطفى، في اللاكس منتصر الطالبي وياسين مريح، على اليمين نورمالمون محمد دراجر، على اليسار علي معلول، ثلاثي الوسط فرجاني ساسي حمد علي بن رمضان وانيس سليمان. حسب ما نشوفهم انا على اليمين عندك سليتي، على اليسار ينجم يكون المساكني وكراس حرب وحيد سيف الدين الجزيري. ظهر لي ماشي هكا الفورماسيون نورمالمون باللي ريناه اخر ماتشويت نورمالمون باش يمشي هكا. فوتو باراذا ما عندي ما نزيد نحكي معاك ما عليه توك نقول لك بسلامه. ما تنساش انك تبعنا على الباج فيسبوك وعلى انستغرام وملتقانا في الفيديو الجايه. في الامان.